Outburst Emotions هو عنوان المعرض اللي بدأ بتسعة الشهر بغالغي إكزود بالأشرفية، وهالمعرض بيضم 33 لوحة للفنانة لينا أيدينيان. لينا كانت بتفضل أنه ما تحكي أبدا بحلقة اليوم لأنها خايفانة من الكاميرا. كيف يقدر واحد يرسم هالقد حلو ويعبر عن مشاعره هالقد بقوة بلوحات وبألوان وما بيقدر يعبر شفاهيا؟ أصعب الكاميرا أصعب حال الكاميرا، بس إجمالاً أنا بحس اللي بيرسم ديجا ما في لزوم يحكي أو يكتب، رسماته هن بيعبروا عن حالهم. هيدا كتير حلو وكتير صحيح. Outburst Emotions يعني فورة مشاعر. ثورة مشاعر. نعم. منين جاية هالمشاعر؟ مشاعر متشابهة أو العكس متناقضة؟ في متناقضة، بس ليه حطيت هالتيت؟ لأنه في بقيت على فترة سنتين اعتزلت شوي الفن وكل شيء بحبه بالحياة، مرقت بظروف صعبة وتراكموا كل هالمشاعر والأحاسيس والتحليل، بقى ما قدرت اتحمل بقى ورجعت بلشت ارسم. وبظرف 8 اشهر رسمت 18 لوحة اللي زيتي. هو عدد كتير كبير ديجا، وعارضة 15 لوحة ديجا كنت رسمتهم من 2009-2010. شو بحس الفنان بعد ما يعبر عن كل هالمشاعر والغضب اللي جواته مرات إذا مر بظروف صعبة؟ بيرتاح؟ غضب وحزن أكيد بيرتاح، ومثل ما أنا فارماسيان كيف منعالج بالأدوية، بالنسبة لإلي الفن وخاصة الرسم علاج نفسي، ولازم يكون في إكيليبر بين الاثنين تيكون واحد مرتاح كليا بالحياة. بدنا نشوف فيلم للافتتاح المعرض الفيرنيساج، وتخبرينا أكثر شو التكنيك اللي بتستعمليها وأي نوع من اللوحات بترسمي. نعم أوكي. لينا دونك المعرض بجاليري إكزود أشرفية، كانت الافتتاح ب 9 ايار وعارضة 33 لوحة، 29 لوحة زيتية وأربعة فوزان. ستيلي سورييل أكثر، فيه كوبيزم وكلهم لهم علاقة بالأحاسيس والمشاعر. وليه بتختاري الكوبيزم والسورياليزم بالرسم؟ أول شيء هذا ستيل اللي بحبه ديجا. في فنان كتير بيعجبني شغله هو سلفادور دالي، بالنسبة لي عبقري، وما بحب أرسم الأشياء اللي بشوفهم بالحياة، بدي أظهر من الأشياء اللي بتحبي تخبيهم أكتر. ما بخبيهم، بشوف ورا الحقيقة شو شوفي، بجرب من هيك عالج. نعم. هاللوحة اللي عم تشوفوها هي لوحة رسمتها كان عمري 8 سنين. واو. أول لوحة زيتية خليتها سوفينير. هون مثل ما نكون شايفين في بورتري اوت كراي لحتى ديزوليت، هن تابلويات فيهم كوبيزم وسورياليزم، بيعطوا فكره عن الحزن بس بذات الوقت ضل حط اللون الفاتح بقلبهم نور الامل، لانه مفروض دائما يكون عندنا امل عمل بالحياه. نعم. تنستمر. الالوان غامقه بلوتو، ما هيك الالوان التبويات كلهم يعني غامقه، غري فير فونسي بلو فير فونسي، وعندي دي روج اوسي. بس بضل في ضو، يعني هو كل شيء غامق بضلني حط شيء ضو، بالنسبه لي هالضو هو الامل. لينا ليش ما اخترتي انه يكون يعني الرسم هو عملك كمان، مهنتك، هالباسيون اللي عندك اياها من انت وصغيره؟ نعم. ليش ما كانت كمان مهنتك؟ ليش قلتي بس بدك تخليها هوبي؟ يعني درستي فارماسي، عملتي درست فارماسي لانه بتعرفي المجتمع اللبناني دائما بيعتبروا انه الفارماسي والدروا والحكمه والانجينيور هن الاساس. يعني ومهنه بتخليك تعيش مرتاحه مبدئيا، الفن دائما سكوندير، بس ما قدرت ادفن الشغف اللي عندك اياه على الرسم. نعم رجعت، بس بعتبره اكثر من هوبي. بتعتبري اكثر من هوبي؟ بتفكري توقفي شي مره عملك فارماسيان؟ لا، مع انه رسم نو، بس لانه اول فتره كنت كثير حزينه انه فتت بدومين الفارماسي،
بس هلا بعتبر حالي انه لا عندي شغلتين اساسيتين بالحياه وبكفي فيهم اثنيناتهم. يمكن وحده بتعطيكي قوه للثانيه، بدنا نشوف مجموعه من اللوحات اللي انت بيعنوا لك كثير. نعم. يا ريت تفسري لنا شو بتقصدي فيها. هي ماندينج سول، مثل ما انك شايفه فيها في تفاحه عم بتدمع وعم تتقطب، في ابره ما بعرف اذا مبينه من عندكم واضحه. اي اكيد مبينه. بقى عم بقطب الوجع. هيدي مديتيشن. باليوغا في تسلسل تمارين بيقولوا لها سالوتاسيون او سولاي، وهاللوحة مستوحيت من هالرياضة من هالاكزرسيس. هاي ان اي اون، بعتبر انه كل انسان عنده عين ثالث هو عين الضمير والاخلاق، وبضل الواحد بفترة من حياته يضطر يلتجئ لهالضمير ويجرب الحل لمشاكله. من 9 شهر لليوم كتار اكيد زاروا اكزود لحتى يشوفوا المعرض، شو كان يعني شو سمعتي، شو الرومرز، شو الفيدباك، شو ردود الفعل؟ بفتكر كثير حبوا ستيلي وعم بشجعوني. شايفوا اللي انت حبيتي تفرجيه الرساله اللي عم توصليها من خلال لوحه شافوها؟ اكيد حسوا في كثير قوه وفي كثير نضج وفي حضور لكل لوحة. هلا ما حلوة احكي عن حالي بس هيك قالوا لي. هيك قالوا لي. انا ما عم بحكي شيء. لإمتى بيستمر هالمعرض لينا؟ ل 23 الشهر يعني للخميس. لنهار الخميس. لك عم ندعي الكل انه يزوروه. بدنا نقول لك جود لك، لوحاتك كثير حلوين، شغلك حلو. وحكيتي كثير منيح مع انك كنت خايفه انه بدك تحكي، حكيتي كثير منيح عن لوحاتك لغايه 23 الشهر بجالري اكزود اوت بيرست ايموشنز، لكل اللي بحبوا اللوحات الزيتيه سيرياليزم الكوبيزم وبحبوا الار بشكل عام. بعد شوي رح تكونوا مع بقيه محطاتنا، خليكم معنا.